برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الفل أستاذ علي، منورنا دايما في صباح البلد. أهلا وسهلا أستاذ، الله يحفظك. أستاذ علي، النهاردة عندنا مجموعة من الملفات المهمة جدا اللي علاقة بالشأن الداخلي ومصر في قلب أفريقيا والعديد من الملفات الأخرى الدولية. خلينا نبدأ مع حضرتك والسادة المشاهدين جولتنا في صحافة النهاردة ونقرأ: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، مشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبها، نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة. كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، حيث شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. أكيد ده لقاء هام جدا أستاذ علي، وزي ما بنقول كده دايما مصر في قلب أفريقيا، والملف الأفريقي الآن يحظى باهتمام ورعاية كبيرة على مدار السنوات السابقة، ولا توجد زيارة من هذه الزيارات إلا ويتحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية سد النهضة وعلى أن قضية المياه هي قضية أمن قومي لمصر وحياة ووجود. يعني الحقيقة حضرتك كيف تابعت هذه الزيارة؟ وأيضا لا ننسى الحديث على هذا السد العملاق، سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، وأنه بيبنى بسواعد وأيادي مصرية. هي أولا هذه الزيارة تأتي في ضوء حرص مصر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنمية العلاقات مع سائر الدول الإفريقية وفي مقدمتها دول حوض النيل ومن بينها تنزانيا. تنزانيا تربطها بمصر علاقات تاريخية وطيدة، ومصر وقفت إلى جانب تنزانيا إبان تحررها، وهناك أوجه كثيرة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة لارتباط تنزانيا هي إحدى دول حوض النيل، ويمكن نص بحيرة فيكتوريا موجودة في أراضي تنزانيا، و تنزانيا أيضا متفهمة لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا من مصر، أن مصر النيل بالنسبة لها وحصتها في مياه النيل هي حياة. مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا، بالعكس من ذلك تماما، مصر حريصة على التنمية في إفريقيا لكن دون المساس بحصة مصر في مياه النيل، لأن مياه النيل بالنسبة لمصر حياة، وإن مصر لم ولن تسمح بالمساس بقطرة واحدة من مياه النيل. هذا ما أعلنه الرئيس السيسي، وهذا أمر عليه اصطفاف وطني، وكل مصر خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤيته الثاقبة فيما يتعلق بحل هذه الأزمة. بالنسبة لمصر أيضا بتساعد تنزانيا في إقامة سد، إلى جانب أن مصر بتقدم لتنزانيا ولسائر الدول الإفريقية خبرات خبرات في كافة أوجه ومجالات التعاون، وبنساعدهم أيضا في إنشاء هذا السد في إطار حرص مصر على دعم مسيرة التنمية في سائر الأقطار
الإفريقية، وده أكبر دليل الحقيقة يعني صحيح. وجود المهندسين على إنشاء سد مظبوط، خاصة وأن بناؤه على أسس علمية من خلال خبرة مصرية. هذا أمر لن يلحق، سيساعد تنزانيا في مسيرة التنمية على أراضيها، لكن لن يلحق أي أضرار بأي دولة أخرى. أكيد. ما زلنا في الملف الأفريقي أستاذ علي، وننتقل إلى زيارة هامة قام بها رئيس الوزراء إلى الصومال. ونقرأ: استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل مدبولي في بداية اللقاء تهنئة وتحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس شيخ محمود. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، مضيفا أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن. من جانبه أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس السيسي، كما طلب رئيس الصومال نقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحرص دوما على دعم الصومال في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة. وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال عام 1960، مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية وكذا في مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية. ما زلنا بنتحدث أستاذ علي عن الملف الأفريقي، وحضرتك منذ قليل في خبر سابق بتتحدث عن فكرة أن مصر بتساعد كل الدول الأفريقية وما عندهاش أدنى مشكلة في ذلك، وهذه الزيارة أيضا الهامة. كيف تابعت هذه الزيارة وتعامل عموما الدولة المصرية مع دولة الصومال والعديد من الدول الأخرى في المنطقة؟ هو الصومال دولة عربية شقيقة، مصر ساعدتها مساعدات كبيرة جدا أيضا على استقلالها ونالت استقلالها. مصر مهتمة بالصومال، وبالتالي حينما تم انتخاب الرئيس شيخ حسن شيخ محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه لحضور حفل التنصيب. لكن هو مش غريب عننا في الحقيقة حسن شيخ محمود، لأنه هو رئيس أسبق، يعني كان رئيسا للصومال من 2012 ل 2017 ويعود الآن مرة أخرى، فاز مرة أخرى بعد أن ترك منصبه لمدة 5 سنوات لرئيس آخر، ثم عاد ونجح بأغلبية كبيرة جدا يمكن تجاوزت 70%. وبالتالي السيد رئيس مجلس الوزراء ذهب إلى هناك نيابة عن الرئيس السيسي ليشهد حفل تنصيبه، وبالتالي الرئيس الصومالي التقى بالدكتور مصطفى مدبولي، بحث أوجه التعاون. لكن اللي عايز أقول لحضرتك، كل هذه اللقاءات في قاسم مشترك. أولا كل القادة الأفارقة يعربون عن تقديرهم لمصر لما تقدمه لهم، وتقديرهم لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعهم للاستفادة من التجربة التنموية المصرية الرائدة التي شهد بها العالم أجمع، وهي تجربة يحتذى بها. من جانبها مصر لا تتدخل وسعا في تقديم الدعم والخبرات الفنية للأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بتوجيه من القيادة السياسية. في الحقيقة الملف الإفريقي عاد وبقوة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه. مصر تاريخيا مصر رائدة في إفريقيا، مصر ساعدت كل حركات التحرر في إفريقيا وساعدت الدول الإفريقية على نيل استقلالها حتى تحقق ذلك بالفعل. مصر مؤسسة للاتحاد الإفريقي اللي هو كان قبل كده منظمة الوحدة الأفريقية. فأصبحت الآن الاتحاد الإفريقي، ودور مصر لا أحد ينكره على هذه العلاقات كانت قد شهدت فطورا في سنة 93 عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن منذ أن عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت مصر بقوة إلى إفريقيا، بترحيب إفريقي كبير وتقدير إفريقي للصدق وإخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وحرصه الدائم على دعم إفريقيا، وتجسد هذا التقدير في اختيار مصر بالإجماع رئيسا للاتحاد الافريقي، والرئيس عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019، وتم رفع مبادرة اسكات البنادق في ذلك الوقت بهدف ايجاد حلول سلمية، ومصر نجحت بالفعل في ايجاد العديد من النزاعات والمنازعات بالطرق السلمية، وتولت مصر ايضا رئاسة لجان فنية كثيرة في الاتحاد الافريقي، وقدمت من خلالها خدمات يشار إليها بالبنان، ومواقف عظيمة جدا. العلاقات المصرية الإفريقية علاقات وطيدة، الزيارات متبادلة، الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في العديد من القمم الإفريقية، وهناك زيارات متبادلة، عندنا كمان علاقات تجارية، طريق القاهرة كيب تاون وغيرها من المشروعات الاستثمارية. بدون شك هذه المشروعات كلها من شأنها دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وسائر الدول الإفريقية عبر هذا الطريق. هذا فضلا أيضا عن طريق الحرير، مظبوط، هيمشي برضو هيمتد عبر هذا الطريق بدءا من قناة السويس لنقل التجارة والبضائع. لكن أفاق التعاون مع إفريقيا كبيرة وكثيرة ومتعددة. يمكن حضرتك من خلال متابعة السيد الرئيس على الدوام بيلتقي برؤساء أفارقة، بيلتقي بوزراء خارجية الدول الإفريقية، رؤساء حكومات، مؤتمرات. مصر على الدوام بها زيارات وضيوف دائمين من أقطار إفريقية كثيرة ومتعددة، مرحب بهم تماما على أرض مصر. يعني مرحلة جديدة بتشهدها الحقيقة مصر وفي قارة أفريقيا وريادتها في هذه المنطقة. من ملف أفريقيا خلينا ننتقل مع حضرتك لملف هام، وهو مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، حيث أشاد المشاركون في مؤتمر دار الإفتاء بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعوته لتجديد الخطاب الديني. كما وجه المشاركون الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرعايته المؤتمر وحسن استقبال الوفود المشاركة والدعم المستمر لمسارات المؤتمر. وأوصى المؤتمر الأول لمركز سلام لدراسات التطرف التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان التطرف الديني، المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة، في ختام فعاليته بأهمية تفعيل تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن تجديد الخطاب الديني عملية أصيلة في التشريع الإسلامي نطقت بها نصوصه ودعت إليها مبادئه، وهي عملية لها ضوابطها التي تتلائم مع وسطية الدين وعالمية الرسالة الإسلامية، وهي قضية منوطة بالمؤسسات الدينية العريقة والوطنية في العالم الإسلامي، تتعاون فيها مع العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي والفكر من مختلف المجالات الذين لديهم قدم راسخة في العلم الشرعي أو العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة، إيمانا بأن تجديد الخطاب الديني يسهم بشكل فعال في مكافحة التطرف وقاية وعلاجا. هاخد من الكلمة الأخيرة أستاذ علي والجملة الأخيرة، تجديد الخطاب الديني يسهم بشكل فعال في مكافحة التطرف ووقاية وعلاجا، يعني مش لازم ان احنا نستنى لما يكون عندنا ظاهرة تطرف متفشية زي ما احنا شايفين دلوقتي في المنطقة والعالم كله وبعد كده نواجهها، لكن احنا بنحاول نربي نشء وجيل جديد على الأفكار المتزنة الوسطية. واحنا عندنا طبعا مؤسسة الأزهر الشريف، يعني وسطية الإسلام في العالم كله. أولا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو دائما ما يتحدث في كل المناسبات بفكرة تجديد الخطاب الديني وضرورة بناء الإنسان والتركيز على أن القضية الحالية هي قضية وعي. كيف ترى مجهود الدولة المصرية الآن في ترسيخ هذه الفكرة وجهودها في مواجهة التطرف والإرهاب؟ هو بدون شك تجديد الخطاب الديني كان ضرورة هامة وبالغة الأهمية مع مستجدات العصر، وأن تكون هناك رؤية جديدة لما يجري من مستحدثات تتطلب رأي فقهي فيها. هذا فضلا عن الرد على الأفكار المتطرفة التي تظهر، لأنها بترتكز ارتكازا أساسيا أولا على أحاديث موضوعة لا وجود لها، ثانيا تفسير خاطئ لآيات القرآن الكريم وأيضا لبعض الأحاديث النبوية الشريفة. فإذا هناك حاجة إلى تجديد الخطاب الديني وتصحيح الخطاب الديني وإزالة ما علق به من شوائب لا وجود لها ولا مبرر لها. تحصين الهدف الأساسي هو تحصين شبابنا من عدم الانزلاق في بؤر التطرف والإرهاب.
مواجهة التطرف والإرهاب ليس طبعا القيادة والريادة فيها في المقام الأول للأزهر، لوزارة الأوقاف عبر المساجد، لدار الإفتاء المصرية وهي مرجعية كل المؤسسات الدينية العريقة هامة لمصر وللعالم. لكن أنا بقول أيضا أن مواجهة التطرف ليس دور هؤلاء فقط، بل هناك دور على الأسرة من أن تحمي أبنائها وتبقى عينها على ابنها تربية. حتى لا ينزلق وراء شخص جاهل غير متعلم لمجرد أنه ملتحي لديه بعض أفكار أو بعض المعلومات المشوشة يمكن أن يستغل حماس الشباب كما رأينا في القرى والنجوع، وأسفر هذا الأمر عن انتشار التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية اللي ظهرت، لأنه بيستندوا إلى ناس ليس لديهم غير مؤهلين علميا. حتى في القرآن الآية واضحة، الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني عايز تسأل في الشأن الديني ما تروحش الواحد عنده شوية معلومات سطحية تسأله، لأنه هذا أمر يمثل خطأ كبيرا. لكن ما أكثر العلماء السقاة، ما أكثر من تعلموا في الأزهر، خطباء المساجد كذا، لكن اللي قاعد يشتغل تحت الأرض ويجمع الشباب ويدي لهم شوية أفكار متطرفة، لو حضرتك سألتي عن المؤهلات الدراسية لهؤلاء حتى جديها أيضا بعيدة كل البعد، وإنه مش دارس أي شيء على الإطلاق ولا يفهم ولا يعي سوى مجموعة من الأفكار المشوشة والأفكار الإرهابية الخطيئة والضارة. أيضا عن طريق وزارة الشباب والرياضة، إن الشباب حياته الطبيعية أن يبقى فيها رياضة، بالعكس ده في أحاديث بتحس على الرياضة مش على الإنغلاق، الرياضة الثقافة لابد أن يطلع ويقرأ ويعرف، جهود متشابكة أستاذ، جهود متشابكة وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، الأسرة يبقى عينها على ابنها وتتابع ابنها من أين يستقي علمه الديني، من أين يستقي ثقافته وأفكاره. إذا وجدت أسرة أن ابنها بينجرف نحو مجموعة يبدو عليها مظهر العنف أو الإرهاب لابد أن يبتعد عنهم بعدا تاما. مزبوط. فإحنا لكن أنا بقول معركة الوعي بتتطلب منا جميعا ان احنا نكون جنود فيها، وايضا اللي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنوير ابنائنا، لتعلمهم، لتثقيفهم، لممارسة الرياضة، معرفة صحيح الدين. واحنا بطبعنا شعب متدين مسلمين ومسيحيين، لكن احنا ناس معتدلين واحبة واخوة، بنحمي مساجدنا ونحمي كنائسنا ونرتبط بها، بنقدس ونقدر قامتنا الدينية الإسلامية والمسيحية. أكيد. عشنا طول عمرنا الحمد لله شعب مسالم واحد. بل وأيضا الأزهر الشريف هو مرجعية الإسلام في العالم، الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مرجعية كبيرة جدا ويربطها علاقات وطيدة بسائر كنائس دول العالم. طيب احنا استكمالا لهذا الخبر استاذ علي نستكمل بهذه المعلومات الهامة، حيث كشف مرصد الازهر لمكافحة التطرف والارهاب عن توصل دراسة اعدها الباحثان إريك بلاش وموريتس فان دير فان الى وجود تجاوز ضد المسلمين في اكثر من 784 الف مقالة صحفية تم نشرها على مدار 20 عام. ووفق الدراسة التي حللت 256 الف مقال نشر في الولايات المتحدة و 528 ألف في بريطانيا وكندا وأستراليا بين عامي 1996 حتى عام 2016، فإنه تم تشويه صورة المسلمين بشكل ممنهج مقارنة بغيرهم من الجماعات العرقية، مما ساهم في تأجيج مشاعر العداء ضدهم وأثر سلبا على أوضاعهم المعيشية في الدول الغربية. وربطت الدراسة بين التغطية السلبية والضرر الذي يلحق بالمسلمين وظهور سياسات أضرت بهم. ويعتقد الباحثان أن الاعتراف بالتغطية الإعلامية السلبية الممنهجة للمسلمين والإسلام ومن ثم معالجتها أمر ضروري لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا. جدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له مناقشة تأثير التغطية الإعلامية السلبية في وسائل الإعلام الغربية في تقرير بعنوان المعالجة الإعلامية للأحداث الإرهابية وصناعة الخوف من الإسلام على ترسيخ صورة مغلوطة عن المسلمين في الأذهان ودورها في زيادة حدة مظاهر العداء ضدهم. يعني الحقيقة مرصد بيكشف عن أرقام يعني كبيرة جداً
مقالات متعددة. احنا بنتكلم عن 784 ألف مقالة صحفية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الرقم الآخر 528 ألف مقالة في بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها أكيد من الدول العالم. حملة ممنهجة لتشويه الإسلام والمسلمين بل وإلصاق دائما الإرهاب والتطرف بالإسلام، والإسلام بعيد كل البعد عن هذه الجماعات المتطرفة الإرهابية التي تحاول أن تلصق نفسها دوما بالإسلام. كيف رأيت هذه الأرقام؟ ومفروض أن احنا دورنا كمؤسسات دينية عريقة أستاذ علي استكمالا لحضرتك كنت بتقوله، دورنا احنا إيه في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام؟ نعمل إيه بشكل يوصل للعالم الخارجي؟ أولا يا فندم، الإسلام دين السلام، الإسلام دين المحبة، الإسلام يحترم الآخر ويمد يده إليه ويدعو إلى الخير، يدعو إلى حسن الخلق، حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يمتدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لعلى خلق عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أوجز بعثته بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ورحمة للعالمين وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين مش للمسلمين. فإذا الإسلام هو دين السلام ودين الخير ودين المحبة ودين الأخاء، لكن الذي تسبب في الإساءة إلى الإسلام وكتابة هذه المقالات المتهم الأول هم عناصر الإرهاب. عناصر الإرهاب هم في جوهرهم أعداء للإسلام حقيقة، العدو الأول لدين الإسلام هو الإرهاب، لأن هذا الشخص يعتدي على المسجد ويعتدي على الكنيسة ويعتدي على دور العبادة. يمكن كلنا نتذكر في فتح مكة الرسول أوصى بالسلام مع الجميع، قال لهم حتى ما تقطعوا الشجرة، إذا لقيت راهب اوعى تهوب جنبه في الطريق يعبد الله كيفما يشاء فإذن، وقال اليوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة. فإذن الإسلام هو دين السلام، لكن الذي أعطى المادة لأعداء الإسلام الذين يتربصون له ويسعون للإساءة إليه ويعدون الدراسات التي تهدف قبل تحليلها أو دراستها الموضوعية لأنها تهدف في المقام الأول إلى الإساءة للإسلام وتشويه صورته، عناصر الإرهاب اللي رايح يفجر نفسه عشان يقتل أبرياء مسلمين أو مسيحيين، طبعا بيدعي زورا وبهتانا أنه ينتمي إلى الإسلام، أنه يفعل ذلك باسم الإسلام، ومن ثم يرسل رسالة سلبية للعالم بأنه هو مسلم وأن هذا هو الإسلام. فمن لا يعرف الإسلام وحقيقته ولا يقرأ عنه يتوهم أن هذه الأعمال من أعمال الإسلام، ومن ثم يأخذ صورة سلبية عن الإسلام. هذا الأمر في جهود في الحقيقة بتبذل وجهود بيقوم بها الأزهر، وفي حوار الأديان والحوار مع الفاتيكان، والفاتيكان نفسه أعلن في عبر هذه الحوارات أن الإسلام دين لا يعرف الإرهاب، وأكثر من شخص من بابا الفاتيكان الحالي وما سبق وقالوا هذا الكلام في الحقيقة عبر هذه الحوارات. لكن الأمر أيضا محتاج إلى المزيد من التواصل مع المراكز البحثية حول العالم، المزيد من المقالات التي تكتب في الصحف والزيارات العالمية، تبادل الوفود والزيارات التي تتحدث في هذه الأمور، المشاركة في المؤتمرات عبر علمائنا الفقهاء الذين لهم القدرة على دحض هذه الحجج التي تقال عن الإسلام، وما أكثر أساتذتنا ومشايخنا اللي هم يعني زي ما شفنا الشيخ الأزهر وشفنا أيضا المفتي ودور وزير الأوقاف ومشايخ الأزهر المتعاقبين كلهم على قدر كبير جدا، وشيخنا الكبير الدكتور أحمد الطيب على قدر الشريف. كبير من العلم والثقافة وقارئ للفلسفة الإسلامية ومد يد الحب للجميع كما نرى، فوجهة مشرفة في الحقيقة. وقامتنا الدينية وفضيلة المفتي ووزير كلهم وزير الأوقاف كلهم مرجعيات لينا نرجع إليهم ونستند إليهم، وفي موقع لدار الإفتاء وفي اتصالات هاتفية مع دار الإفتاء، في زيارات لدار الإفتاء ممكن تروح وتلتقي بأي، والناس كلها بتروح وبتسأل حتى في علاقاتها الاجتماعية والزواج والطلاق وغير ذلك، وأيضا فيما يتعلق بالأفكار والآراء تفسير الآيات الأحاديث. مجهود كبير بيبذل من قبل هذه المؤسسات، لابد أن تعود إلى الخبير الذي تسأل به عن الرحمة. أكيد. طيب خلينا نختم مع حضرتك جولتنا في صحافة النهاردة سريعا أستاذ علي بهذا الخبر اللي علاقة بملف الطاقة والإنجاز اللي حققته مصر في هذا الملف تحديدا، حيث قال الدكتور حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أن قطاع البترول شهد طفرة غير مسبوقة
السوق خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه خلال الثماني سنوات الماضية تم اكتشاف حقول غاز عدة. وأضاف عبد العزيز كشف حقل ظهري يعتبر الأكبر في البحر المتوسط، وساهم في توفير كميات هائلة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 203 قرية ضمن قرى مشروع مبادرة حياة كريمة، كما تم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. وتابع بدلا من استيراد الغاز الطبيعي ب 2.5 مليار دولار في العام لتلبية احتياجات السوق المحلي، حققنا الآن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والإنتاج تضاعف ووصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز بشكل يومي، وبدأنا في تصدير الغاز للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يمثل قصة نجاح. مردفا نقوم بتصدير الغاز للخارج، وخلال الأربع أشهر الأولى من 2022 صدرنا غاز بقيمة 3.9 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بالكامل، ولدينا العديد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات البترولية والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي منها خلال المرحلة المقبلة. نجاح كبير. سريعا أستاذ علي، يعني كيف ترى هذا الإنجاز في ملف الطاقة؟ ومصر يعني أصبحت زي ما بنقول كمركز للطاقة في المنطقة، هب لمنطقة شرق المتوسط. عبر ثماني سنوات لا يوجد ملف أو قطاع من القطاعات الصناعية أو الإنتاجية أو الاقتصادية أو غيرها إلا وشهد طفرة كبيرة للغاية، شغالين على أساس علمي في كل المجالات. وأحد هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض مصر ما تحقق في مجال اكتشافات البترول والغاز. في كنا يمكن نرى جميعا أن هناك عجزا حادا في الغاز، وعشنا طول عمرنا بنستورد الغاز الطبيعي من الخارج، ويمكن شفنا العجز في الاستيراد كان يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وأيام حكم الجماعة الإرهابية. عشنا في ظلام سياسي وظلام في الكهرباء وظلام حقيقي. لكن الحمد لله ربنا نجانا، لكن اشتغلنا في هذا الملف على أساس علمي، وحدثت اكتشافات بترولية واكتشافات غاز، كان أبرزها حقل ظهر بالضبط، ترسيم الحدود مع دول الجوار. لكن في النهاية أسفر هذا الأمر عن أن مصر أصبحت مركزا كبيرا للغاز وللطاقة، وأيضا في مشروعات جاري اتخذها أيضا دول كثيرة جدا عارضة إنها، وشركات عالمية كثيرة جدا إنها تيجي تنقب عن البترول وعن الغاز في مصر. السوق المصري سوق واعد في هذا المجال، والاستثمارات واعدة في مجال البترول والغاز، نجاحات كبيرة متلاحقة، ونهاردة عندنا اكتفاء ذاتي وبنصدر زي ما شفنا. المتحدث الرسمي للبترول بيقول صدرنا ب 3.9 على 4 مليار دولار. النجاحات متواصلة في كافة المجالات بما فيها البترول. يا رب دائما وأبدا. طيب لدينا مزيد من الوقت، يعني هو قليل لكن يتسع لي خبر آخر إن شاء الله. ننتقل إلى الشأن الدولي، حيث طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مبادرة لإنشاء تحالف بين الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت يلين خلال مناقشة نظمت على موقع صحيفة نيويورك تايمز: نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا، مؤكدة أن إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فاعلية على نطاق عالمي. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية. وفي الوقت نفسه شددت واشنطن على أنه سيكون هناك ضغط عقوبات على روسيا بقدر الضرورة، بما في ذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة محادثات السلام مع موسكو. نبغاش نختم مع حضرتك قبل ما نتكلم عن الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الجديدة. في سؤال يعني يتردد في أذهان الجميع، هل العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا أثرت على اقتصاد روسيا، أثرت على روسيا؟ وإن كانت هذه ورقة الضغط الوحيدة، كيف ترى إلى أي مدى ستستمر الأزمة الروسية الأوكرانية؟ أولا العقوبات زي حالك ما قريت الخبر، هم بيدوروا على حلفاء جدد وعلى آخرين يدخلوا معهم في فرض العقوبات. هي في الحقيقة الغالبية العظمى من دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية التي تتقدمها مصر نقف على الحياد بشأن هذه الأزمة، ولم ننحاز إلى أحد من طرفي الصراع. مسألة إن هم المزيد من العقوبات، روسيا أيضا لها رد فعل على ذلك وتتخذ خطوات وإجراءات في مواجهتها، لكن في النهاية ده بيسفر عن أضرار بالغة بالاقتصاد
العالمي ألحق أضرارا كبيرة بدول العالم بما في ذلك مختلف الدول الأوروبية، للأسعار زادت فيها أضعاف أكثر بكثير مما زادت الأسعار عندنا في مصر. مظبوط. لكن عايز أقول إن الأضرار الاقتصادية كبيرة جدا في مختلف دول العالم، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا وفي أوكرانيا وفي كل الدول، لأن احنا شايفين على الأقل فيما يتعلق بمنظومة الغذاء لحقت بها أضرار كبيرة جدا. مظبوط. لما نعرف إن التأمين على البواخر اللي بتنقل أي بضائع في العالم التأمين تضاعف، أسعار النقل تضاعفت بصورة كبيرة جدا، أرقام مذهلة بسبب هذه الحرب. لكن الرؤية المصرية الثاقبة بهذا الشأن اللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لا تألو جهدا في التواصل مع كافة الأطراف من أجل تحقيق هدنة وإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ووقف حقن الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء وإيجاد حل سياسي ووقف نزيف الاقتصاد العالمي بهذا الشأن والأضرار التي تلحق برجل الشارع على مستوى العالم. يعني بهذا الخبر بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة. نتمنى السلام إن شاء الله للعالم أجمع. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا يا فندم نورتنا. تحياتي فندم، ألف شكر. بشكر حضراتكم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا ولكن بعد هذا الفصل القصير.